أولا أحب أشكر حضراتكم للاستجابة للمؤتمر دوت علشان نرد على بعض التساؤلات اللي تردد في الفترة الأخيرة بإيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد سنة كاملة نتيجة خروجه من الفقاعة. فكان لازم أوضح شوية أمور علشان ما يحصلش لبس. أولا أنا هتكلم أنا عن نفسي الأول شخصيا، يعني الحمد لله من ساعة ما كنت بلعب أو عضو مجلس إدارة في الاتحاد أو رئيس اتحاد أعتقد لم يحدث أن جي عني تقرير أو أداء أو مشكلة أو خلاف سلوكي أو خروج عن النظام، بل بالعكس تماما. يعني أعتقد الحمد لله الاتحاد المصري لكرة اليد اتحاد على مر العصور اتحاد محترم، وإن كان الفترة الأخرانية أعتقد كنا يعني من الاتحادات المميزة جدا في مصر بالنتائج وبالسلوك وبالأداء، حققنا نتائج كبيرة جدا كمجموعة من الاتحاد، مجموعة متناسقة متوافقة كلها بتعمل في العمل التطوعي بكل إخلاص، وكان نتيجته اللي حضراتكم طبعا متابعينه بقالكم 3 سنين الأخيرة قد ايه تحول الاتحاد المصري من اتحاد للأسف كان عليه ديون مالية، كان خسران حتى على المستوى الأفريقي. الحمد لله ابتدينا ان احنا كسبنا كل بطولات افريقيا على مستوى الناشئين، بعد ما بينا ابطال افريقيا طلعنا على المستوى الدولي، حققنا بطولات الناس اشادت بيها علشان هي ما كانتش بطولة واحدة وخلاص، فالناس ممكن تقول دي ضربة حظ او صدفة. لا بالعكس، احنا كسبنا ثالث العالم وكسبنا بطولة العالم للناشئين، كسبنا بطولة أفريقيا الكبار بعد ما كنا خسرينها وبنكسبها وبنتأهل للأولمبياد مباشرة لطوكيو من تونس، إن احنا نكسب لأول مرة في التاريخ تونس في تونس، أعتقد ده كان بالنسبة لنا احنا حدث جلل. يعني إلى أن حسن الختام بطولة العالم في مصر. بطولة العالم في مصر دي كان العالم كله مستنيها، اولا لاسباب في الاول كانت اسباب مبدئيه، التحديات اللي كان الاتحاد المصري بيقابلها، اولا ان هي لاول مره في التاريخ هتبقى 32 فريق في بلد واحده، عمرها ما حصلت. اخر بطوله عالم كانت في المانيا وفي الدنمارك، كانت كل دوله مستضيفه 12 فريق، لاول مره يبقى في 32 فريق في دوله واحده، فكان ده تحدي كبير جدا. تحدي اخر الانشاءات والبنية التحتية في مصر الرياضية، ولي الفخر ان بعد هذه البطولة بقى اصبح عندنا بنية تحتية رياضية يستطيع اي اتحاد داخل الصالات انه ينفذ بطولة عالم بمنتهى الاريحية، ده حتى للصالات بتاعت البطولات. صالات التدريب بقى عندنا حوالي اكتر من 10 صالات تم تطويرها وتجديدها للحفاظ على اللعيبة بتاعتنا وعلشان يقدم مستوى عالي جدا. إلى أن ظهر التحدي الأعظم وهو ظهور وباء كورونا. كل العالم اختار الحل الأسهل وهو إلغاء البطولة أو تأجيل البطولة إلا مصر. هكون صريح مع حضراتكم، أنا في فترة من الفترات كنت قلقان جدا من كتر الضغوطات الأوروبية إن ممكن يحصل مشكلة، الناس مش عايزة تيجي لكن بصراحة جالي انطباع لازم البطولة تتعمل من القيادات السياسية في الدولة وبإصرار وبفتح جميع الإمكانيات المتاحة من الدولة. عايز أحط تحت دي 100 خط، الدولة المصرية تستر التاريخ. أنا ما بقتش مصدق من اللي بيتعمل في مصر. قد إيه أنا حسيت إحنا بلد قوية جدا جدا بمعنى الكلمة. لما بنعوز نعمل حاجة
بنعملها. العالم كله بيشيد بمصر، أول دولة في العالم تتصدى لتنظيم بطولة بهذا الحجم في ظل وباء كورونا. مفيش ولا الأجيال اللي قبلينا ولا الأجيال الحالية تعرف يعني إيه بطولة في ظل وباء. يقوم المصريين يبتكروا نظام اسمه البابل أو الفقاعة، ويطور كل شهر، النظام بيتغير، الفكر بتاع تنظيم البطولة بيتغير. آخر 5-6 شهور مفيش نوم بمعنى الكلمة. الدولة بكل قيادتها بكل وزاراتها بدءا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجه الدولة مفيش حاجة ما تتعملش بدون تفكير، أي طلب أي إمكانية هي متاحة لتنظيم البطولة. أعتقد إنها كانت رؤية ثقيبة جدا، لأن النتيجة كانت إيه؟ على قد حضرتك ما الريسك بيبقى عالي، على قد ما المكسب بيبقى عالي جدا. إحنا خدنا الريسك، قيادات السياسية اشتغلت، الدكتور مصطفى مدبولي بقى رئيس اللجنة العليا للبطولة المنظمة، أعضاء اللجنة المنظمة جميع الوزراء المعنيين بالأمر من داخلية الخارجية لصحة لهيئة استعلامات لمطارات كل حاجة تحت أمر البطولة. الجيش في الإنشاءات حدث ولا حرج لحد ما حضراتكم شفتوا نتيجة هذا التنظيم وهذا التفاني في ان تخرج البطولة تليق بسمعة مصر ومكانتها، وقد حدث. يبقى اذا العائد اللي رجع على البطولة لا يقدر بمليارات. حضرتك لو عاوز تعمل دعاية لمصر في 32 دولة هتدفع كام؟ لما الناس كلها تقعد تتفرج، لان العالم كله، انا ما بقولش كرة يد بس، ايه الدولة اللي بتنظم بطولة عالم في ظل اللي بيحصل ده؟ طب ما نشوف هيعملوا ايه. اعتقد حضراتكم لمستوا قد ايه النجاح بتاع البطولة، مش انتوا بس، العالم كله بيتحدث ويثني على ان مصر اعطت قبلة الحياة مرة اخرى للرياضة في العالم. كان من احد المؤشرات ان البطولة في مصر هتقام حضور الفريق الياباني، وما ادراكم اليابان، تيجي قبل البطولة بعشر ايام. ليه؟ عشان جايين يشوفوا انتوا ايه الفقاعة دي، انتوا هتنظموا البطولة ازاي، عشان تبقى دي المانيوال اللي هيستخدموه في اولمبياد طوكيو عندهم. تخيلوا اليابان بتتعلم من مصر ازاي تعمل بطولة في ظل وباء. فاعتقد الحمد لله تحقق نجاح منقطع النظير. تم تلبية رغبات كل الفرق، كل الاداريين، كل طلبات الاتحاد الدولي بدون ادنى نقاش. كل الناس دي كانت على المحك في تنظيم البطولة. يا ترى هننجح، يا ترى هنفشل، يا ترى هيحصل حاجة؟ لان كان اللي هيبقى مضرور الاول من تنظيم هذه البطولة هو اسم الدولة المصرية. ولا مش موافقني؟ لو كان لا قدر الله حصل حاجة، لكن الحمد لله ربنا بيدي كل مجتهد على قد جهده. فمبدئيا لازم اشكر الدولة المصرية على الانجاز الرائع، على السمعة الرائعة اللي فعلا مصر خدتها على مستوى العالم في الرياضة. الى ان بصراحة يعني جالي خبر ان هشام نصر هيتوقف سنة علشان خالف نظام الفقاعة،
خليني بس الأول أوضح وأشرح يعني إيه نظام الفقاعة. نظام الفقاعة إن أنت بتحاول تحتوي كل المشاركين في البطولة بعيد عن الاحتكاك بالناس اللي خارج هذه الفقاعة عشان ما يحصلش عدوى. لكن الكلام ده مش كلامي، كلام اللي حط نظام الفقاعة الدكتور حازم خميس، واللي أشرف على تنفيذه وأتم تنفيذه وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد والدكتور علاء. إن في الفقاعة المرض ما بينتقلش، ودي دكاترة على أعلى مستوى، ما بينتقلش المرض إلا بعد هقول الحديث أو التقابل أو الكلام لمدة من 12 ل 15 دقيقة بدون ماسكات، ويكون أحدهم مريض يوم يحصل الانتقال. يعني مش مجرد إن أنت ما تلمس واحد عيان يبقى المرض هيمسك فيك، ده كلام علمي مش أنا اللي بقوله، ده هم اللي علموه لنا. فإذا لو حصل إن أنت سلمت على حد أو اتكلمت مع حد، مش معنى كده إن أنت يعني اخترقت الموضوع. لأن النقطة دي بالذات حصلت كتير جدا مع ناس جوه البابل، قابل حد، سلم على حد، شاور لحد، وقف معاه حبة، لكن الكونسبت مش كده. فأنا بلغت على فكرة كمان في نقطة مهمة، إن أنا جوه البابل ولا بره البابل، عشان تبقوا حافظين يعني الموضوع. أنا كان ليا دورين في البطولة، أنا كنت رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة، فليا هنا دور وليا هنا دور. أنا المفروض ما كنتش أدخل البابل لأن أنا عندي أدوار تانية. للأسف زملاتي وإخواتي في الاتحاد المشرفين على المنتخب القومي كابتن علاء السيد وكابتن مؤمن صفا هم اللي كانوا مخولين بالإشراف على الفريق الأول، للأسف الاتنين جالهم كورونا فتعزلوا بره في بيوتهم ممنوع بالاحتكاك. لو انتوا مكاني تسيبوا المنتخب لوحده جوه البابل؟ اكيد. وحضراتكم طبعا محتكين جدا بالرياضه ان في حاجه اسمها حافز معنوي، في لم للفريق، تحفيز، لو حصل مشكله يبقى في واحد كبير. وانا اعتقد يعني الحمد لله انا علاقتي طيبه بلاعبي المنتخب الاول الحمد لله يعني. ففعلا قضيت معاهم الكام يوم في الاولانيين علشان اغطي المشكله اللي عند اخواتي التانيين مؤمن وعلاء. فانا داخل البطوله بصفتي رئيس اللجنه المنظمه، لان برضو جوه الفندق في عمليات تانية وفي شغل تاني. فوجئت ان بيقولوا لي انت خالفت البابل في موقفين، احب ان انا اوضحهم واشرحهم، لان رغم ان انا رديت وشرحت لكن كان في قرار العقوبه، مش عايز اسميها عقوبه يعني لان الامر ما يستاهلش اصلا يعني. اولا ان انا سلمت او تعاملت مع رئيس بعثة الرأس الأخضر وهو وزير الرياضة هناك، وكان بطلب من مدير الصالة الكابتن عفت رشاد في 6 أكتوبر قال لي الراجل، كلمني في التليفون وقال لي الراجل قاعد في المقصورة غلط، المقصورة دي مش ريد زون، لكن هو الناس بتحاول تفهمه هو واخدها بصورة ان انتوا بتطلعوني من المقصورة عيب. فأنا رحت له قلت له حضرتك انت ريد زون وانا كمان ريد زون، تعال نقعد مع بعض في المكان. وقد كان اعتبروا ده خروج عن الفقاعة، ادي اول وقع في نفس التوقيت. وانا طالع في المقصورة كان في احد اعضاء مجلس النواب في اللجنة الرياضية الدكتورة غادة، حضرتك دي عضوة مجلس الشعب بتعمل كل يوم
على الاقل انتيجين تيست. في حد في مجلس الشعب يقدر يتحرك او يعمل ويكون بوزيتيف بي سي ار او نيجاتيف؟ اعتقد. فانا بناء عليه كلمتها لان انا متاكد وعارف ان هي نيجاتيف وانا نيجاتيف. ادي الموقف الاولاني. الموقف الثاني، كنت رايح من الاوتيل، كان في مباراه، فلقيت رئيس لجنه القيم والمبادئ دكتور زوران كان معايا في العربيه، اخدته معايا في العربيه، ورحنا السواق نزلنا غلط عند المقصوره. اول ما دخلنا قلت لهم على فكره احنا ريد زون، احنا مكاننا الناحيه الثانيه من الصاله، رغم ان انا يعني المفروض اقعد انا وهو في المقصوره، لكن لا ده خطا، تعالوا ننزل ونروح نقعد الناحيه الثانيه. لما نزلنا للاسف تخيل ديتريش اعتقد رئيس لجنه المدربين او المسابقات، حد الماني، افتكر ان احنا من بره البابل وداخلين الملعب. قعدنا فهمناه ده بالعكس، ده احنا مش عايزين نقعد في المكان ده، احنا رايحين الريد زون. لحد ما فعلا رحنا هناك وقعدنا في المنطقة الريد زون. فوجئت تاني يوم بجواب يعني شديد، مش مديك فرصة حتى انك تشرح اللي انا قلته ده هو اللي حصل بالملي. لكن لقيت في اصرار انك لازم تتعاقد، وانا ملتزم ما عنديش مشكلة. وعلى فكرة انا برة اوسع لي، انا هقدر اتحرك بسهولة واروح اي مكان، لكن مين اللي هيتأثر؟ منتخب بلدي، منتخب مصر اللي هتحاسب عليه لو النتيجة وحشة. متفقين ولا لا؟ حصل في كرة القدم تنظيم اكثر من رائع والنتائج كانتش كويسة. احنا بتوع رياضة، مهم جدا الفريق يعمل نتيجة. طب يا جماعة خلي بالكو الفريق هيبقى لوحده، علاء ومؤمن لسه بوزيتيف، مش هينفع، ما انا ما عملتش حاجة غلط. جالي الجواب وردين، ورغم ان ردينا عليه امتثلنا للعقوبة طبقا للليحة، ورحت لامم حاجتي وخارج بره الاوتيل. هو ده خطأ جسيم للدرجة دي؟ حضراتكم شايفين ان يعني ان انت بتخرج بره البابل، وانا ممكن اقول وقائع، لكن المفروض ما نخشش في هذا الكلام. انت حققت نجاح رهيب على مستوى العالم، انت حققت زيرو كورونا اصابة عندك. اللي كانوا عندهم كورونا كانوا اللي جايين من بره مصابين، اتعزلوا في ساعتها، بقى دول جايين بالكورونا. الفرق كلها والبعثات كلها مسافرة، زيرو كورونا. في افضل من كده نجاح؟ يبقى انت خلي بال حضرتك، هي تجربة جديدة بكل المعنى. حد حضراتكم قبل البطولة دي كان يسمع عن البابل ولا على الكلام ده؟ تالي محدش كان يعرف الموضوع ده. طب انت لما تحقق هذا النجاح خلاص بقى مبروك علينا كلنا، دولة مصرية، اتحاد مصري، وزارة شباب والرياضة، اتحاد دولي، انت حققت نجاح منقطع النظير، كل الناس مبسوطة. حتى لو في ملحوظة اتعلم، مفيش حاجة كاملة بنسبة 100%، صح؟ في ملحوظات، في ديفوهات ممكن تحصل، في أخطاء ممكن تحصل تتلافاها، لكن انت تعاقب رئيس اللجنة المنظمة وبعديها بشهر تعاقبه مرة تانية عشان خرج من الفقاعة. طيب سلوفينيا اللي عملت فينا شكوى، صح؟ هي طلبت اكل من بره الفندق،
هو ده مش اختراق للبابل ولا مش اختراق؟ انت جبت اكل من بره، ما هو البابل دي المفروض ما فيش تعامل. عملت ايه؟ كان في ناس من الاتحاد الدولي بيقعدوا في اللاونج بتاع الفي اي بي مع الناس اللي من بره البابل، ويرجعوا يخشوا البابل. هو انا المفروض اقول الكلام ده يا جماعه؟ المفروض اقول الكلام ده؟ لعيبه اتصابت وراح معاها الدكتور بتاعهم، اللي اتصابت دي اللي اتصاب سافر، والدكتوره رجعت قعدت في الاوتيل يومين، عملت اختبارين تيست ودخلت البابل تاني. الله، طب ما هو في ناس بتخرج وناس بتدخل. طيب هشام اخطأ خطأ جسيم، ده خرج من البابل. الحكايات اللي انا قلتها لكم دي اعتبرت خروج من البابل، وعاقبته طبقا للوائح بره. نفذت العقوبة وامتثلت رغم يعني اعتراضي على يعني هي فعلا حصلت ولا ما حصلتش. طيب الحمد لله الفريق أدى ولا أفضل حالة في البلد. أعتقد أنا شخصيا في قمة السعادة إن كرة اليد تعمل كده في المصريين، أنا وأعضاء مجلس الإدارة، وبلا فخر إحنا أسعدنا الشعب المصري وأسعدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالتين في مباراتين، مش في بطولتين، في مباراتين لم نفز في واحدة منهم. أنتوا متخيلين؟ يعني الرئيس حاسس قد ايه بالمجهود المبذول من الناس دي ومن الدورة دي ومن الابهار دي. الدولة بتهنينا وبتقول علينا منظومة ناجحة، والاتحاد الدولي بيوقف رئيس الاتحاد. هو ما بيوقفش هشام، هو ما بيوقفش هشام، لا هو بيوقف ممثل مصر. طب انت وقفت رئيس اللجنة المنظمة، مش وقفته، خرجته بره البطولة. طب الاتحاد المصري ماله؟ المنتخب كمان 4 شهور هيلعب في الاولمبياد. لو الكلام ده صحيح، مين هيمضي شيكات السفر؟ انا موقوف، ينفع اوقع وينفع اعمل؟ لمصلحه مين هذا القرار؟ لمصلحه، وليه؟ ليه هتخلي العالم كله هيتكلم؟ الله، ده يبقى كان في مخالفات في البطوله بقى وانتوا بتخبوا علينا. لا ده انتوا كنتوا مش عارف، انت بتشوه سمعه مصر. ليه؟ احنا ملايين الملايين الملايين بل المليارات اتصرفت على هذه البطوله. اي نعم انا مقتنع جدا ان البنيه التحتيه ده مكسب لاجيال، والفايدة اللي حصلت لصورة مصر في العالم لا تقدر بمال. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني عشان خاطر مصر بلاش. او شوف انا هفوت لك العقوب، يعني انا المفروض الحدث بياخد عقوبة، مش القانون بيقول كده يا جماعة ولا ايه؟ ولا ينفع تاخد عقوبتين على وقعة؟ وبعدين ليه سنة؟ مش كرة القدم كان في وقعة بتاعت كهربا وحسين الشحات لما سلموا على حد خارج البابل أبو تريكا؟ كانت العقوبة ايه؟ كم؟ تخيلوا؟ استعاد مباراة من سنة. الرقم مريب. ايه سنة؟ موجود في أنهي لوائح؟ يعني هو كان حد يعرف البابل دي قبل كده علشان؟ لا فالموضوع بصراحة يعني مضايقني أنا شخصيا بصراحة، وصعبان عليا إن دي تبقى مكافأة البلد اللي نجحت حدث بكل التوقعات كان لا يمكن ينجح، وينجح نجاح رهيب فوق ما تتخيله.
أنا تقريبا لخصت الواقع وبينت لحضراتكم إن هي لو تفصيليا أنا شخصيا يعني لأن أنا شفتها بعيني ما هياش اختراق للبابل. العجيب اللي بعت لي القرار هو الراجل اللي عدى معايا الملعب. انتوا متخيلين اللي بعت لي القرار الراجل اللي عدى معايا الملعب؟ طب ما انت كمان كان المفروض تطلع بره بقى لو انت كمان يعني. انا يعني للاسف انا حزين ومتضايق جدا يعني ولا في توقيت مناسب وداخلين على اولمبيات وداخلين على خسارة. يعني اعتقد مصر ما كانتش تستاهل هذا الكلام. انا شرحت تقريبا وجهة نظري ويعني انا مستعد اللي اسمع من حضراتكم اي اسئلة بالترتيب بعد اذنكم. نبتدي من السيدات اولا. اتفضل يا سيدي. قبل ما الزملاء يبداوا يسالوا يعني انا طبعا حضرتك شرحت الموضوع بشكل عقلاني وشكل طيب ما فيهوش اساءه لحد، ومن حقك ان انت تعرض ومن حقك ان انت تشرح وجهه النظر. ومن الواضح من الكلام اللي حضرتك فنته ان هناك يعني كيل بمكيالين، والدليل الربط بين الرجل اللي بعت القرار وانه كان معاك في نفس الموقف ولم يعاقب. طبعا انا اتمنى يعني في الفتره الجايه الناس تنظر للموضوع مش في صوره شخص بقدر ما هو صوره اتحاد، صوره منتخب رايح يمثل ومحتاج استقرار وهيمثل بلد والوطن هو مصر، زي ما نجح في الفتره اللي فاتت ان هو ان شاء الله في الفتره الجايه يكون ليه كل الدعم. فانا اتمنى ان النظره ما تكونش نظره لنظره ايقاف رئيس اتحاد، بل هو اتحاد بيمثل مصر، والرسالة تكون رسالة جماعية من خلال الدولة اللي سندت هذا الاتحاد لتحقيق هذا النجاح. يعني أنا يعني الناس كلها اتكلمت في مقدمات كتيرة قبل هذا الاجتماع، وبعض الاتهامات وجهت لناس كتيرة إن الموضوع فيه سوء نية أو تربص، ومن الواضح من خلال الشرح إن الموضوع مش فيه، لأن العقوبة زي ما حضرتك ذكرت وعندنا قناعة. يعني ممكن أنا قاعد بس ما عندي قناعة ان الموضوع فعلا فيه حالة تربص، لان ما فيش وقع بيتم العقاب عليها مرتين. ثانيا ان بعد ما خلاص البطولة نجحت والناس اشادت وانتهى الموضوع ولم يكن هناك توابع لهذا الموضوع او اصابات تسببت فيها لحد، وامتثالك للعقوبة كل ده بيشفع ان يكون في نظرة اكثر يعني ايه بروح القانون لهذا القرار. فنأمل ان شاء الله. طبعا هو يعني انت حضرتك لسه في جزء ناقص المفروض اللي حضرتك تكمله الخاص بما هو قادر، هل هناك هيكون في تظلم، هيكون في لجوء للجهات المسؤوله زي اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه، يكون في دعم ومسانده في هذا الامر الاجرائي لازم يتعمل. قد يكون يعني في اجراءات بعيدا عن الكلام اللي احنا ممكن نتكلم فيه، في اجراءات لازم تتبع ولازم يكون فيها ضغط من الدولة عشان خاطر منتخب مصر، مش هنقول عشان أشخاص. دي حاجة. الحاجة الأهم في الموضوع كلها إن أتمنى إن المسألة يعني نخلص بقى في الرياضة المصرية من قصة التعقيدات الموجودة منذ سنوات، التعقيدات اللي فيها سوء نوايا والعمل ضد أشخاص لصالح أشخاص. لو حد ناجح نسيبه ينجح، لو حد مجتهد نسيبه يجتهد ونكمل معاه. ما تكونش المسألة اللي بنتكلم فيها من سنين وناس بتفرض سيطرتها على الرياضة المصرية، المفروض خلاص الدولة المصرية أكبر من الكلام ده كله. كان في مرحلة كان في وصايا وكان في أشياء كثيرة كان بيقولوا عشان ترتيب الأوراق، خلاص احنا تجاوزنا هذه المراحل، بقى في قانون رياضة، بقى في أمور كثيرة الدولة المصرية أسستها وعملت من خلالها توليفة محترمة كلنا بنحترمها.
فبالتالي انا اللي بتمناه في الفتره الجايه ان يكون في دعم من الجهه الاداريه من اللجنه الاولمبيه للتصدي لمثل هذا القرار. انا مش هوجه اسئله بس هنتظر من حضرتك بس توضح يعني تفكيرك في المرحله القادمه ايه، وهترك المساحه لزملائي، وان شاء الله ربنا هيحقق العدل في النهايه وده طبيعي في كل هذه الاشياء. اشكرك شكرا. شكرا يا فندم. طبعا انا يعني تحضرني مقوله، لما بيحصل عليك ظلم ففي مقوله اما رب هذا البيت فله رب يحميه. الاتحاد المصري له رب يحميه ودوله تحميه. لو الدوله شايفه ان الاتحاد المصري ده اتحاد مش هقول فاشل زي ما بعض الناس كتبت او غير محقق او ناس مش مظبوطين او منتفعين، بل بالعكس ربنا يعلم احنا بنعمل ايه في الاتحاد المصري من جيوبنا، ربنا يعلم، حبا في الدولة وحبا في اللعبة. فانا مش عايز اقول بنستنجد بس هو دي حقيقة، احنا بنستنجد بالدولة المصرية لان احنا مفيش في ايدينا حاجة. ده من ناحية. من ناحية اخرى طبعا هنمشي في الاغراءات القانونية والطعن على القرار واللجوء لحد الكاس واتيفر، لانه قرار يعني قوي جدا وصعب جدا ولا يتناسب مع الواقع. وبعدين هو بالنسبة لي انا شخصيا يعني انا زملائي واصدقائي في الاتحاد احنا دايما بنحب نشتغل تيم وورك، لكن للاسف للواقع دي ما هي السنة هي خمسة وحضراتكم فاهمين. طب هل ده ينفع؟ طب يا اخي مين قال لك؟ ما يمكن سنة وشكرا الحمد لله اللي اتحقق ويجي حد تاني يعمل نتائج. انا اتمنى للاتحاد المصري، الاتحاد المصري لكرة اليد اتحاد تراكمي، هشام بيجي يكمل على الدكتور خالد، الدكتور خالد بيكمل على اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله، اتحاد دايما بيشتغل في الاتجاه الايجابي. في مجموعة ربنا بيوفقها زيادة شوية فتقدر تعمل نتائج اكتر، لكن كل الناس بتشتغل في الاتجاه الايجابي. الاتحاد المصري لكرة اليد اتحاد ذو تاريخ، وللدكتور حسن ليه فيه باع كبير، ما ينفعش نتفرمل. ده سقف الطموح اعتقد في مصر بالنسبه لكره اليد عامل علينا احنا عبء رهيب. ما يعني اتمنى اكون جاوبت على كلام حضرتك. نانسي حضرتك يا باشمهندس اتكلمت في فكره ان كان في اصرار على معاقبتك في البطوله واتقرر الامر بعد البطوله. يعني حضرتك شايف ان هل في اسباب او في حاجه حصلت خلف الكواليس مثلا ممكن تكون سبب في القرار ده؟ ده اول سؤال. تاني حاجه كنت عايزه اسال حضرتك، هل فعلا كان في لائحه قبل البطوله او اي حد اتكلم معاكوا في فكره ان لو حصل اي اختراق للبابل او اي حاجه زي كده هيكون في عقوبه بالحجم ده؟ يعني فعلا ده فعلا حصل او لا؟ لا طبعا انا ما اعرفش النوايا يعني، لكن لما تقعد انت تبرر وتحلل انت عملت الموقف ده ليه، وعلى فكره ما زال معايا نتيجه البي سي ار بتاعي، الدكتور هشام كان بيبعتها لي على طول بعد ما اعمل التست، فانا لحد قبل الواقع بيوم انا نيجاتيف، والناس اللي انا اتقابلت معاهم اصلا جوه البابل، والراجل اللي عدى معايا الملعب هو اصلا جوه البابل. ف يعني ما كنت مستغرب، ورغم كده مش عايزين نعمل مشاكل، حاضر بره البابل اوسع لي كرئيس لجنه منظمه اقدر، لكن بقى توقفني كرئيس لجنة منظمة وتعاقبني المرة اللي بعديها رئيس اتحاد مصري، أو تعاقبني جوه اتحاد مصري وتعاقبني بره رئيس لجنة منظمة، وتخلط ما بين أنت اللي منظم ولا أنت بتاع الاتحاد المصري، يعني الأمور كانت بالنسبة لي غريبة شوية. ورغم كده احنا امتثلنا، يعني أنا امتثلت، ما في ساعتها رحت واخد حاجتي وطالع بره الأوتيل. معرفش النوايا ايه. السؤال الثاني اللائحة، اعتقد ان اللائحة اللي عندنا
متدرجة في الـ هي طبعا اساسا ما كانش فيه لايحة، لان اصلا ما فيش حاجة اسمها فقاعة. يعني احنا ابتكرنا لايحة علشان نحذر الناس اللي هيعمل هيجيله انذار وبعدين لفت نظر، وبالتالي كان اقصى حاجة الاستبعاد. انت ابتديت بايه؟ باقصى حاجة، مع السلامة. ورغم كده ما فيش اعتراض، حاضر، احنا عايزين ننجح البطولة، عايزين ننجح مصر، بس ما عندناش حاجة بتقول الكلام ده. ورئيس الاتحاد الدولي تؤدي للموضوع يصل الى هذه الدرجة. تاني حاجة، لو افترضنا ان في خرق للفقاعة الطبية، هل العقوبة منطقية؟ وتاني حاجة، ليه الاتحاد الدولي سمح لك تبقى متواجد في حفل الختام؟ حضرتك كنت موجود في حفل الختام ووزعت جوائز اعتقد على اصحاب المركز الثالث، فيعني تضارب غريب جدا. ما هو ده من علامات الاستفهام. على فكرة انا طول البطولة قاعد معاهم كلهم، مع رئيس الاتحاد الدولي والدكتور اشرف والسادة الوزراء، واكتشفت ان في الوزراء المصريين لعيبي كرة يد كتير فكانوا حاضرين البطولة، فانا موجودين ومتعاملين وكل حاجة. طيب، حضرتك قلت نقطة خطيرة جدا. الدكتور حسن والدكتور اشرف نزلوا يسلموا كاس العالم جوه البابل، هم اصلا بره البابل، ونزلوا يسلموها جوه البابل. فاذا في سيستم اتعمل وانا كنت معاهم، وتعمل لي نفس نظام السيستم اللي هو ايه، واحنا في المقصوره اتعمل لنا تيست بعد تلت ساعه بيظهر انت نيجاتيف، انزل تعامل مع الناس. الله، طب ما هو في تعامل. طب انا بعت لك نتيجه البي سي ار بتاعتي نيجاتيف، وبقول لك الراجل اللي انا سلمت عليه ده وزير الرياضه بتاع الراس الاخضر، والدكتوره من مجلس الشعب كل يوم بتعمل اختبارات، الراجل اللي عدى معايا جوه البابل انا وهو. ف يعني انا برد بس يعني على الواقع. الرئيس ايوه، ما انا بقول لحضرتك كلهم، ما يعني للاسف كان الاستاذ سعد. اعتراض حضرتك او اعتراض الاتحاد المصري على الحكم اللي ادار منتخب ماتش مصر والسويد، هل دي كانت بدايه الصدام؟ وهل حضرتك يعني كان في لائحه بتقول ان انت لو خرجت او في اسماء محطوطه، دول اللي في البابل او دول اللي في الفقاعه غير مسموح بهم بالخروج؟ دي حاجه. وحاجه الثانيه، انا كنت اتمنى ان مجلس الاداره بالكامل، لان دي مشكله او دي عقبه بتواجه مجلس اداره مش هشام نصر لوحده، كنت اتمنى يبقى كلهم موجودين مش سايبين حضرتك منفردا في المؤتمر ده. لا، انا هبتدي السؤال من الرد من الاجابه الاخرانيه. هم حالا كانوا معايا، انا اللي قلت لهم ما تحضروش علشان قد ممكن لا مش رفع حرج، لا ممكن يحصل عقوبه عليهم. انا برد على مشكله عندي، هم جايين فممكن فلا، انا ما احبش ان انا زمايلي يتضروا بحاجه انا فده اللي احنا اتفقنا عليه. لا لا لا، ما بص يا فندم، يعني الموضوع مش خناقه، احنا بنعمل لمصر. هو لو استقاله جماعيه هيحصل ايه في الاولمبياد؟ هيحصل ايه في المنتخب؟ في الاعداد وفي فاحنا بنحافظ على الاستمراريه بتاعه الصوره الحلوه بتاعه منتخب كره اليد باقل الخسائر ممكنه. قول تاني. ممكن، لان بصراحه ماتش السويد ده كان يعني ماتش غريب شويه. وبعدين خلي بالك انا ما بعملش حاجه غلط، من حق اي فريق في اي بطوله دي لائحه يا فندم. ايه؟
ما اعرفش يعني ما وليه يزعل ليه؟ انا من حق اي فريق، اي فريق، ما هو ثانيه واحده، هو مش سلوفينيا اعترضت على نتيجه المباراه؟ مش حصل الكلام ده وقالوا حجج للاسف يعني واهيه يعني؟ طب ايه يعني ما زعلناش منهم ليه؟ وقدموا احتجاج وترد على الاحتجاج. مصر مش عاجبها اللي حصل في ماتش السويد من الحكام، من حق ان انا اقدم احتجاج، ازعل ليه ولا اتضايق ليه؟ فده يعني السؤال الثالث. ما كانش فيه ثالث. طيب ما احنا قلنا اتكلمنا على اللائحه مع نانسي شريف. مهندس الشعب انا اسف اولا طبعا بحيي حضرتك على النجاح الجميل، خلى مصر اسم عالي قوي وسط الدول العالم كله، كنا احنا قريبين منك جدا ونعرف مدى الجهد اللي انت بذلته والمجموعه كلها. سؤالي الاهم، انا على ما اعتقد الدكتور اشرف اثنى على جهدك وجهد اللجنه المنظمه، دور وزاره الشباب والرياضه في تصعيد الامر الى الجهات العليا، اللجنه الاولمبيه، الاتحاد الدولي، كل ده ممكن نتعاون من اجل انهاء هذه الازمه. هعدي خطوه قدام في حاله ان احنا لا قدر الله ما حللناش الازمه. ايه الصوره اللي بعد كده؟ بعد حضرتك دلوقتي يعتبر موقوف، عايزين نعرف اللائحه الداخليه داخل الاتحاد المصري لكره اليد، مين هيتولى المسؤوليه من اجل الاستمرار والاستعداد لاولمبياد طوكيو اللي في شهر 7. ده على ما اعتقد في حاله ان احنا اخذنا كافه الاجراءات القانونيه وان احنا نتعاون جميعا من اجل الراجل اللي خدم مصر في البطوله اللي فاتت وعشان نظهر وجه مصر الجميل. انا بشكر حضرتك. أنا أولا بس هرجع شوية لسؤال الأستاذ سعد، عشان ليه أعضاء كمان مجلس الإدارة ما يجوش؟ قد تحصل عقوبة علشان لو هم جم وأحاديث صحفية وبتاع و و و و، على الرغم أعتقد لاعب النرويج كان عمل تصريح سيء جدا في بداية البطولة عن البطولة، وهانسن هدد بعدم اللعب، فالكلام ده على السوشيال ميديا، وقبل البطوله كثير من الدول الاوروبيه هجمت قرار تنظيم البطوله وقرار الاتحاد الدولي بالاصرار على تنظيم البطوله، فكل الناس دي بتطلع على السوشيال ميديا وبتعقب وبتكلم، لكن احنا اتقاء ان يعني احنا اللي نتعاقب، فقلت لهم لا ما حدش يجي. ده رد على الجزء بتاع حضرتك. رفقا بمصر يعني. لا انا لسه ما جاوبتش على الاستاذ هزان. اللي وصلني انه كل حاجه هو رايق. هيجي لنا ملابسات الايقاف وساعتها هنرد بقى الناحيه القانونيه. حيبان التفصيل. شكرا يا استاذ، شكرا. معلش
هو أنا تواصلت طبعا، أول شخص تواصلت معاه هو الدكتور أشرف صبحي في بالخصوص الواقعة، وهو أخبرني أنه هو راح قابل الدكتور حسن تقريبا امبارح الصبح، والمفروض عندي لقاء معاه النهاردة يعني عشان نعرف آخر التطورات. وبرضو تواصلت مع المهندس هشام حطب وقال لي أنه هو يعني هيقوم بدور مع الدكتور حسن، ويعني المفروض الدولة هي اللي تتحدث بقى عن هذا الموضوع. بخصوص اللائحة احنا للأسف مفيش نائب، فأمين الصندوق هو اللي بيسير الأعمال لحين عمل انتخابات جديدة لانتخاب رئيس جديد أو مجلس إدارة كامل جديد، يعني تسيير أعمال لحد ما يتعمل انتخابات إن شاء الله. كابتن شريف، أستاذ شريف. اصل هو رفع بصراحه يعني خلاص يعني ماشي يا شريف بعد اذنك. ماشي تفضلي. شكرا. تفضلي. طيب هو السؤال الاول، خطوات حضرتك للقانونيه ايه؟ حضرتك قلت هتسلك سبل قانونيه، فاحنا عايزين نعرف ايه هي الخطوات القانونيه للطعن على هذا القرار. سؤال تاني، حضرتك طبعا اكيد سمع من امبارح بيتردد ان في خلافات مع دكتور حسن مصطفى، هل ممكن يعني هل ده صح ان هو ممكن يبقى في خلافات مع دكتور حسن مصطفى بشان قرار يعني حضراتكم ما كنتوش على وفاق بشان قرار استكمال الدوري الموسم الماضي ومسابقه الكاس بتاع الدوري كره اليد للموسم الماضي؟ شكرا. بصي حضرتك، انا احنا اتحاد اعتقد من سر نجاحنا ان احنا ما عندناش الوان، احنا عندنا لوائح واسس بنمشي عليها. احنا كان عندنا راي في هذا الموضوع كان واضح جدا من الاول، وكان بموافقه تقريبا 17 نادي ان الدوري كان يتلغي، وحصل تدخلات واراء وجانا جواب حتى من الاتحاد الدولي ان احنا لازم نستأنف الدوري، وفعلا استأنفناه، والدوله المصريه اصرت ان الدوري يستكمل. الدوري اتعمل قسم الهبوط بتاعه كله، اتعمل الدوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية والبنات والناشئين، عملنا كل الدوريات، بس احنا كان لينا وجهة نظر فنية ومالية وناس كانت مرحبة بيها جدا، لكن للأسف كان أو مش للأسف، هو أكيد الدولة بيبقى ليها رؤية احنا مش شايفينها، واحنا بنتبع في الاخر الدولة المصرية ايه القرار بننفذه على طول مباشرة. ما ينفعش بعد كده ان لما يتبقى مباراتين يحصل بقى اعتراضات ومش اعتراضات ولا ما يكملش ولا ما يتلعبش، لا لازم كل واحد ياخد حقه، واللي اتطبق على مجموعة لازم يتطبق على الكل، المساواة في بين كل الفرق، ما فيش لون على لون او نادي ضد نادي، احنا بنحقق العدل. وعلى فكره نظر الاتحاد المصري ده اعتقد ده سر من اسرار نجاح، اذا كنا يعني كنا تعتبرونا يعني من الناجحين، ان احنا ما بنبصش لفرقه على حساب فرقه او نجامل فرقه على حساب فرقه، لا هو قرار بناخده. وعلى فكره انا ما بقولش ان احنا كاملين بنسبه 100% في قراراتنا، ما فيش حد كامل، اكيد عندنا نسبة اخطاء، بس الشاطر هو اللي بيقلل نسبة الاخطاء. احنا هدفنا منتخبات مصر، ايه رأيكم في منتخبات مصر؟ يعني ايه؟ انت لما بتحاسب اتحاد بتحاسبني على طبعا الدوريات والمسابقات عامل مؤثر، لكن في الاخر انت بتتبحني لما منتخب مصر لا يوفق او ما يعملش نتيجة كويسة، صح؟ فأعتقد إحنا ماشيين بهذا المنهج، حتى لو في تدخل أو اعتراض إحنا عندنا رأينا وعندنا رؤيتنا اللي ننفذ بيها إن شاء الله الرؤية الصحيحة. إحنا معنا المستشارين القانونيين في الاتحاد، أول حاجة بتعمل طعن وبعدين بتقدم الاستئناف في الاتحاد الدولي، لو ما فيش بتروح للكاس، واعتقد ان برضو في جهة محكمة برضو، يعني في عدة طرق كده، يعني الموضوع مش سهل. ليه ندخل في ده؟ ليه؟
ليه تجبرني ان انا ادافع عن حاجة يعني ربنا سهل. استاذ انا بس عايز اسأل عن نقطة، انت قلت ان مجلس ادارة الاتحاد ما جاش عشان خاطر خايف منه يوقع عليهم عقوبات، هل مجلس ادارة الاتحاد ممنوع من التصريحات؟ هل في قرار من الاتحاد الدولي ان يمنعك من التصريحات انت واتحاد الكرة واتحاد كرة اليد؟ هل في قرار بده ان هم ييجوا خايفين ان هم يتوقع عليهم عقوبة؟ دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية، هل القرار له علاقة بانتخابات مجلس ادارة الاتحاد اليد؟ هو طبعا لو انت طلعت واسأت للاتحاد الدولي لكرة اليد او الاتحاد المصري لكرة اليد عن طريق صفحات قصدي السوشيال ميديا او الاذاعة او التلفزيون، انا بدافع عن اتحادي انا، لكن أيوة انت لو طلعت هي وجهات نظر بقى، فمن حقه ان هو يعني يستدعيك ويحقق معاك انت قلت ليه كده وبتاع، فاحنا خلينا كده احسن. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هل القرار ليه علاقه بانتخابات مجلس اداره اتحاد اليد؟ هو انا اللي انا شايفه انه اكيد في تاثير على انتخابات الاتحاد كره اليد، ما هو هي العقوبه مش سنه، هي سنه لفظا، لكن هي واقعيا انت بره الانتخابات 5 سنين سنه ودوره 4 سنين لانك مش هتنزل اصلا، فبقيت بره كره اليد 5 سنين. شكرا، خلاص كفايه كده. اولا انا بحييك باشمهندس هشام نصر على الحدث الكبير، وبشكر الدوله المصريه طبعا على فكره فيه. على فكره كلكم بتهنوا في البدايه، انا بهني عشان خاطر اعتقد دي اجابه على المؤتمر. النتيجه عكسيه، يعني احنا شايفين نتائج عكسيه. انا بتكلم في الواقع اللي احنا عايشينه. انا شايف ان انت هتروح للقاضي والجلاد، القاضي والجلاد، حضرتك انت بتقول الشكوى للاتحاد الدولي، هو القاضي وهو الجلاد في نفس الوقت. ثانيا، هل في لوائح بتقول في الاتحاد الدولي ان الواحد اخترق الفقاعه يتوقف سنه؟ هل دي موجوده؟ هل لواحد الاتحاد المصري على درايه بلوائح الاتحاد الدولي في البطولات العالميه ان العقوبه فعلا سنه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انا شايف ان العقوبه كان يعني في شيء يعني مترتبه. انا صريح، بحب الصراحه يعني، مترتبه بشكل ايه؟ ان هشام نصر ممكن اسمه يكبر شويه ولا حاجه، او ياخد مكانه اعلى او كده، مش عارف برضه. ما يعني مش عارف، انا دي نيات يعني. دي توقعات. شكرا. انا ما اقدرش يعني احط ايدي عليها، لكن بالنسبة للوائح أنا بقول لحضرتك لو كانت موجودة كانت اتطبقت. يعني عندنا لائحة فيها عقوبات محددة ودي اللي اتطبقت، واتطبق فيها أقصى ما فيها. السنة دي بناء على إيه؟ أو إيه هو الجرم اللي أنت عملته علشان؟ وبعدين مراحل الطعن بتوصل لحد الكاس، ده المفروض تبقى محكمة عادلة. واعتقد في عندنا في اللائحة ان لجوء للمحكمة هنا، اعتقد يعني لما يكون في خلاف. هنطلع في مرة تانية نشرح كل النقاط اللي احنا الخطوات اللي احنا هنعملها ان شاء الله. اطمع ايه يا فندم؟ اطمع ما. لا 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 يا فندم، لا يا فندم، احنا احنا بننتهز الفرصه اولا عشان نبارك لك، لان احنا ما لحقناش نبارك لك على الانجاز العظيم اللي عمله منتخب مصر. والله ليك حق. يعني دي فرصه، يعني احنا كنا لسه بنرتب لحفله عشان نشوف هنحتفل بالمنتخب ازاي، وانا راجل كنت معاكم في اللجنه المنظمه وشفت انت يعني فقدت قد ايه من وزنك، وشغل ليل نهار ما بين المنتخب واللجنه المنظمه وجوه وبره، وشغلك رهيب جدا. انا شايف ان احنا كل ده ما اتكلمناش عن السبب الرئيسي، كون ان احنا بنتكلم في بابل او اختراق الفقاعه، كل دي كلام واهي يعني. مع احترامي ليه، حضرتك قلت انت بتعمل بي سي ار وبتخش، وبعدين انت تم استبعادك وعقابك في ساعتها على طول، رغم ان كان في توسلات لان ما كانش في رئيس بعثه جوه المنتخب، كان الكابتن علاء السيد والكابتن مؤمن تعبانين وما كانش في حد. وفعلا تحملنا يعني، ربنا اراد في الاخر ان ربنا يتم التتويج. لو اتكلمت عن انجازات اتحاد اليد ممكن نقعد نتكلم ساعات، بس الفكره الاساسيه احنا عايزين السبب الرئيسي، لان في حاجات كتير قوي ظهرت على الساحه مؤخرا احنا ما كنا شايفين ان اتحاد اليد ما بيعملهاش وملوش دخل فيها.
لو رجعنا مش هرجع لورا قوي، هرجع لمن اول حفل القرعه اللي حصلت فيه اللغط حواليكم والناس هجمتكم بشده وانتم ما كانش ليكم ذنب في حاجه. مين اللي عزم رئيس النادي الاهلي ومين اللي ما عزم رئيس نادي الزمالك؟ مين اللي عزم ده وما عزمش ده؟ نمشي شويه في الاحداث، دخلنا في كواليس كتيره، الغاء الدوري، لا عوده الدوري، هل كان في تدخلات مباشره في عملكم؟ وهل الموضوع المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها اللي كانت عامله لغط كتير، يعني اعتقد ان ان الاوان ان احنا نبين للراي العام المشاكل دي كلها كان مين سببها؟ وهل انت عملت، يعني انا بسالك اهو قدام الناس كلها، انت يا باشمهندس عملت ايه عشان يحصل كده؟ احنا ده اللي احنا عايزين نعرفه. انما موضوع البابل احنا شفناه، وشفنا حسين الشحات وكهرباء، الناس اتوقفت ماتش ورجعت لما اتكلمنا مع النادي الاهلي وانا مسؤول عن تغطيه النادي الاهلي، الناس قالت دي يعني غفوه او غلطه بسيطه او الناس محتاجه تدريب على الموضوع ده، وتم تجاوز الامر بالمره وما تعرضوش لاي ايقاف محلي او دولي بخلاف المباراه اللي في البطوله اللي انت تم استبعادك بقيه البطوله كلها، يعني حتى مباراه واحده لا انت استبعادك بالكامل. فاحنا يا ريت نوضح بشكل اوضح لان الراي العام محتاج، الناس كلها مستغربه. اولا يا باشمهندس حضرتك رجل لا غبار عليك، يعني حتى القصه اللي اقول لك بيها قصه غريبه ان انت سلمت على رئيس الراس الاخضر او حصل مش عارف ايه، احنا محتاجين نفهم الكواليس فيها ايه، المواضيع دي ليه بتدار كده، وهل رئيس الاتحاد الدولي بيتدخل في قرارات الاتحاد المصري او بيضغط للتدخل؟ شكرا يا باشمهندس. طبعا يا شريف انت راجل عايش معانا الوضع من اول يوم. طبعا بيحصل شويه مواقف وشويه افعال تخليك تفكر فيها كتير لكبر حجم العقوبه، يعني انت كبر حجم العقوبه طب ليه؟ فبتبتدي تقول الله، طب ما انت في مشكله حصلت لكم ساعه القرعه زي ما حضرتك بتقول. وفعلا احنا طبعا يعني قيادات النادي الاهلي على عيننا وعلى راسنا، كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء المجلس يشرفوا اي حد، لكن احنا نبهنا ان كده مش هيبقى فيه توازن ما بين الناديين الكبار، لكن دول ما كانوش باستضافه من الاتحاد المصري، لان احنا قلنا ان احنا مش هندعو اي رئيس نادي. وانا عايز اقول لحضرتك ان اعضاء الجمعيه العموميه كانوا زعلانين مننا لما لقوا فيه رؤساء أندية، فين وفين لما شرحنا لهم ان دول ضيوف الدكتور حسن مصطفى، هو اللي بيختار، هو ليه عدد، اللائحة بتقول كده، هو ليه عدد من ضيوف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يختار كيفما شاء. فهو اختار يعني اعضاء ورئيس مجلس ادارة النادي الاهلي كانوا ضيوف عنده، لكن ده سبب لنا احنا فعلا مشكلة ولغط كبير جدا وهجوم فظيع جدا ما كانش احنا لنا فيه ذنب. موضوع المباريات المؤجله كانت الامور ماشيه جدا، ويعني الناس كانت مرحبه. انا مش عايز اقول لحضرتك ان يعني كانت اشاده بالقرار، لانه قرار كان فني ومالي واداري وعوده للنشاط طبقا للي كان مطلوب مننا التدريجي للمنتخبات. حضرتك وحضراتكم تابعتوا مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، ماتشات دي دايما بيبقى فيها حساسية وحضراتكم عرفتوا الأحداث اللي حصلت فيها. فإحنا كان هدفنا ده من الأول، إحنا ما بنبصش يا جماعة إلا المنتخب مصر بس، فكنا عايزين الولاد يفضلوا في تناغم ومحبة لحد ما نعدي كأس العالم، وقد كان. يعني احنا قعدنا نأجل ونتشتم شوية من هنا وشوية من هنا وقسوة غير عادية، وتحملنا ما لا يتحمله بشر، ما عندناش مشكلة في سبيل مصر وفي سبيل منتخب مصر. والحمد لله اديكم شايفين ان كلامنا بيطلع في الاخر صح. اهو حصلت مشكلة في الماتش الاخير، لو كانت دي حصلت قبل كاس العالم كان هيخش ازاي المعسكر مع بعض؟ ليه؟ طب اجل بقى الخناقة دي ودرج المباريات بالموسم الجديد بالعدل والمساواة اللي اتلعب بيه كل الدوري. في محاولات تأثيرات، لكن للأسف احنا بننفذ رؤية المنتخب. ممكن الكلام ده ما يجيش على هوا ناس، لكن في الآخر حاسبني على المنتخبات وعلى نتيجة المنتخبات وعلى نجاح البطولة والمسابقات المحلية. انت دلوقتي بقى عندك فريق بيكسب أكبر فرقتين في مصر، صح؟ عشان الدوري والمسابقة بقت حاجة قوية.
أعتقد أنا جاوبت على أغلب الأسئلة. أنا بشكركم الحضور، ويعني أتمنى أن أكون وضحت الأمور، وما يستجد إن شاء الله ادعونا يكون بخير إن شاء الله. شكرا.